بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم جميعا فحياكم الله في الدرس 22 للصف الثالث ابتدائي بمادة العلوم الفصل الدراسي الثاني. إن شاء الله سوف يكون عنوان الدرس لهذا اليوم الصوت. ما الصوت؟ المعلم المعد هيفاء المقبل والمعلم المقدم سعد القرني، فأهلا وسهلا بالجميع. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. فيما يتشابه المنبه والهاتف. هنا لدينا في هذه الصورة، لدينا هنا منبه ولدينا هنا هاتف. يا ترى فيما يتشابهان هذا في المنبه والهاتف، يا ترى ماذا يتشابهان في ماذا؟ من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ يتشابهان المنبه والهاتف في ماذا؟ تفضل. أحسنت، ممتاز. إذا لهما جميعا أصوات، صحيح، ممتاز. إذا كلاهما يصدران صوتا، فالمنبه له صوت، كذلك الهاتف له صوت أيضا. ما الذي يحدث عندما نشد الشريط المطاطي ثم نسحبه من منتصفه؟ نلاحظ هذه الصورة، لدينا هنا شريط مطاطي، فعندما نشد هذا الشريط المطاطي ثم نسحبه من هذه المنطقة، فماذا يحدث يا ترى؟ ماذا يحدث عندما نسحب هذا الشريط المطاطي من هذا المكان؟ من يستطيع أن يجيب؟ تفضل. أحسنت، ممتاز. إذن يحصل هناك اهتزاز، إذن يهتز. وماذا أيضا؟ ماذا يحدث أيضا؟ ممتاز، أحسنت، ممتاز. إذن يهتز، أي يتحرك سريعا في اتجاهين ويصدر كذلك صوتا كما ذكر زميلكم قبل قليل. أحسنتم. إذن في هذه الصورة نلاحظ أن هذا الشريط المطاطي عندما نحرك هذا أو نشد الشريط المطاطي ثم نسحبه المنتصف، فإنه يهتز ويتحرك في اتجاهين ويصدر مع ذلك صوتا. ما هو الاهتزاز؟ ما هو تعريف الاهتزاز؟ الاهتزاز هو حركة سريعة في اتجاهين متعاكسين. فنلاحظ هنا في هذه الصورة أن لدينا هنا الشوكة الرنانة، فنلاحظ هنا في يمين الشوكة وكذلك في يسار الشوكة أن هناك حركة سريعة لاهتزاز باتجاهين متعاكسين. فنلاحظ هنا في هذا الاتجاه والاتجاه المعاكس أيضا هناك اهتزاز. ما المقصود بالصوت؟ الصوت هو شكل من أشكال الطاقة ينتج عن اهتزاز الأجسام، فعندما تهتز الأجسام يصدر عنها صوتا، عندما تهتز هذه الأجسام فإنه يصدر عنها صوت. نأتي الآن إلى التقويم المرحلي. ماذا ينتج عن الاهتزاز؟ من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ ماذا ينتج عن الاهتزاز إذا كان لدينا شريطا مطاطيا أو أي أداة أو جسم؟ ماذا ينتج عن اهتزاز هذا الجسم؟ من يستطيع أن يجيب؟ تفضل. أحسنت، ممتاز. إذا ينتج عن الاهتزاز الصوت. ماذا يحدث عندما نلقي حجرا في الماء؟ نلاحظ في هذه الصورة عندما نلقي شيئا في الماء فماذا يحدث يا ترى؟ من يستطيع أن يستنتج من هذه الصورة ماذا يحدث عندما
نلقي بحجرا في الماء. من يستطيع أن يستنتج من هذه الصورة؟ تفضل. ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك. إذا ينشأ عن ذلك موجات تنتشر في كل الاتجاهات. فلو تأملنا هذه الصورة نلاحظ أن هناك موجات تكون كما ذكر زميلكم قبل قليل أنها تكون على شكل دائري. هذه تعتبر ينشأ من ذلك موجات تنتشر في جميع الاتجاهات. إذن الصوت ينتشر في الهواء على شكل ماذا؟ كما ذكرنا قبل قليل على شكل موجات. إذن الصوت ينتشر في الهواء على شكل موجات. ما هي المواد التي تنتقل فيها موجات الصوت؟ بمعنى هل الصوت ينتقل في جميع المواد أو في مواد دون المواد الأخرى؟ من يستطيع أن يجيب؟ تفضل. أحسنت، إذا تنتقل في المواد الصلبة، صحيح. وأيضا ماذا؟ من يستطيع أن يجيب أيضا؟ تفضل. أحسنت، ممتاز، إذا في المادة السائلة أيضا والمادة الغازية. أحسنتم جميعا. إذا تنتقل موجات الصوت عبر السوائل والغازات وكذلك المواد الصلبة. أحسنتم. فلو لاحظنا هنا في هذه السفينة عندما ترسل إشارات صوتية إلى قاع المحيط عن طريق الموجات الصوتية، فإنه يستطيع إرسال هذه الإشارات إلى قاع المحيط ثم الارتداد إلى السفينة. فهذا يدلنا على أن الموجات الصوتية أو الإشارات الصوتية تنتقل عن طريق السوائل كما في البحار. نأتي الآن إلى التقويم المرحلي. ما هي البطاقة التي تمثل الترتيب الصحيح للمواد حسب سرعة انتقال موجات الصوت خلالها من الأكبر إلى الأصغر؟ هل هي السوائل، الغازات، المواد الصلبة؟ هذا خيار ألف. أم الغازات، السوائل، المواد الصلبة؟ هذا خيار باء. أما خيار جيم فهي المواد الصلبة، يأتي بعدها السوائل، يأتي بعدها الغازات. من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ تفضل. ممتاز، ممتاز، أحسنت. إذن المواد الصلبة ثم السوائل ثم الغازات. أحسنت. الصوت لا ينتقل في الفضاء، لماذا؟ لعدم وجود مادة تنقل موجاته. إذن الصوت لا ينتقل في الفضاء، والسبب لعدم وجود مادة تنقل موجاته. التقويم الختامي. ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة لما يأتي. ما الذي ينتج عن اهتزاز الأجسام؟ لدينا هنا ثلاث خيارات، هل هو الضوء أم الصوت أم الحرارة؟ ما الذي ينتج عن اهتزاز الأجسام؟ عندما تهتز الأجسام فما الذي ينتج عنها؟ هل هو الضوء الخيار الأول أم الخيار الثاني الصوت أم الخيار الثالث الحرارة؟ من يستطيع أن يجيب؟ تفضل. أحسنت، ممتاز. إذن الصوت هو الذي ينتج عن اهتزاز الأجسام. ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة لما يأتي. عند تفريغ الهواء من الناقوس كليا كما بالشكل المجاور فإن صوت الجرس الكهربائي الذي بداخله. يوجد لدينا هنا ناقوس مفرغ تماما من الهواء وبداخله جرس كهربائي. يا ترى عندما نفرغ هذا الناقوس
من الهواء كليا، هل صوت الجرس الكهربائي اللي بداخله يزداد أم يضعف أم ينعدم؟ من يستطيع أن يجيب؟ تفضل. ممتاز، أحسنت. إذا الإجابة ينعدم، لا يوجد هناك صوت عندما في الجرس الكهربائي الذي بداخل الناقوس، لأنه مفرغ من الهواء تماما، فإنه ينعدم الصوت. نأتي الآن إلى ملخص للصوت. الصوت هو شكل من أشكال الطاقة ينتج عن اهتزاز الأجسام. والصوت ينتشر في الهواء على شكل موجات. الصوت ينتشر في الهواء على شكل موجات. تنتقل موجات الصوت عبر المواد السائلة والصلبة والغازية. إذا تنتقل الموجات عبر جميع المواد الصلبة والسائلة وكذلك الغازية. الصوت لا ينتقل في الفضاء لعدم وجود مادة تنقل موجاته. إذا الصوت في الفضاء لا ينتقل، والسبب لعدم وجود مادة تنقل موجاته. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الدرس لهذا اليوم واستمتعتم كذلك. ولمن أراد الرجوع إلى بعض المعلومات يمكنه الرجوع إلى كتاب الطالب لمادة العلوم الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني، كذلك إلى موقع الأبيكان أو محرك البحث جوجل. Oh